إن شاء الله راح أتكلم عن درس بسيط جدا، وهو جهاز المناعة والتغيرات الفسيولوجية عند كبار السن وعلاقتها بجهاز المناعة. طبعا جهاز المناعة تعتمد كفاءة جهاز المناعة على عدة عوامل، منها السن، أيضا التغذية والحالة النفسية، وهذا يتأثر جهاز المناعة يعني يأثر عليه بصورة كبيرة جدا. وأيضا كبير السن مع تقدم في السن يزيد التعرض للأمراض المعدية مثل السرطان، مهاجمة جهاز المناعة للجسم بشكل عام. طبعا هي نادرة جدا بس ممكن تحصل لكبار السن. أيضا جهاز المناعة عبارة عن جهاز ينمو ويزيد من قوته كلما كان يعني تغذيت أكثر واستفدت من واستهلكت أشياء مفيدة غذائية صحية. ممكن تقوي جهاز المناعة مع الرياضة، أيضا ممكن تفيد جهاز المناعة في تقوية الجسم ضد الأمراض. أيضا ممكن كبار السن يتعرضون إلى كثير من الأمراض مثل مرض السكر، مرض ضغط الدم، انخفاض ضغط الدم، مرض القلب، وكثير من الأمراض المصاحبة في هذا العمر. ويلزم استشارة الطبيب المتخصص في هذا الموضوع لكي يتم يعني نشر التوعية الصحية في هذا المجال، وعدم اهمال جهاز المناعة ابدا، لان اي خلل في جهاز المناعة يسبب وفاة لكبير السن، ومما يعني يتم انخفاض قوة جهاز المناعة تقريبا من عمر تقريبا 50 سنة. يبدأ جهاز المناعة بالتراجع تدريجيا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.